يعني انت رايح للعمل متوضي، زقيت الرقاصه اللي انت كنت متوضي، اللمس يكسر الوضوء بالنسبه لك؟ مش يلمس الوضوء، ممكن اكون في حاله يكسر. روحانيه يومها، فانا مش يعني مش أو, او 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 انا فاكر الموقف، بس انا ممكن يعني الحفله كانت بدري بدري مثلا، اوكي. فانا حلو. يعني اتفاهم وجهه نظري، فممكن يكون ورايا فرض تاني. حلو. بس ما حبيت انه تلمسك وانت متوضي الرقاصه، رغم انه انت تغني، بس ما حبيت. مش كده يعني، يعني مش كده. ساعات كل واحد بيمر فينا، ممكن اكون مثلا يعني مواظب جدا الايام دي على الصلاه، حلو. وعندي حاله ايمانيه، فانا مثلا مش عايز اروح اسهر في مكان مثلا، حلو. او اقعد في حد، مش عايز اغني جنب رقاصه خالص، او مش عايز اقرب ناحيه حد، مش عايز في جميل. في حاجات انت ممكن تكون عايز تلتزم، طبيعي جدا بترجع لربنا اوقات الإيمان نسب، مرات يصعد عند الإنسان، بالظبط. مرات ينزل. ده زي اي بني ادم. هالأيام شلون وياك؟ يصعد ينزل انا الإيمان.